خش بقى على النادي الاهلي واخر الاخبار والمستجدات اللي بتحصل فيه. كابتن محمود الخطيب تفقد فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، طبعا متابع كل الاعمال الانشائيه في هذا الفرع بما فيها المسجد الجديد اللي بيتم بناؤه على مساحه كبيره جدا طبعا بعد ان حصل النادي على كافه التراخيص اللازمه. كمان رافقوا خلال هذه الجوله سياده اللواء خالد عبد الرحمن مدير الفرع، وشملت ايضا متابعه سير العمل في ملاعب النجيل الصناعي الجديده اللي بيتم تجهيزها طبعا وفقا لافضل المعايير لتكون جاهزه للاستخدام او للعمل فور الانتهاء منها بالكامل بعد ان تم تزويدها كذلك بكشافات اناره على اعلى مستوى. كمان تفقد المنطقه الخاصه بانشاء حمام السباحه والمبنى الاجتماعي الجديد اللي هيضم منطقه متكامله الخدمات طبعا لجلوس كافه الاعضاء. كمان تفقدوا صالات الجمباز والكاراتيه والسكواش اللي تم افتتاحها مؤخرا. وعقب الجوله عقد الكابتن محمود الخطيب جلسه مع الاداره التنفيذيه بالفرع طبعا في حضور مديري الادارات للاطمئنان على سير العمل وكمان على تدريبات الفرق الرياضيه والاكاديميات، ووجه بضروره تقديم افضل الخدمات للاعضاء والتيسير عليهم وتلبيه كافه احتياجاتهم.